Tu as une journée difficile pour mieux récupérer. Fais comme moi. Choisis le matelas Kiné Dorsal Bioénergie. Kiné Dorsal, le secret de mon énergie. معايا مربوط بالليلة سهران على شهادة تي في كاينو بلان كل حلقة معانا فنان كلها تخشاب سينو جي قطبيتو نايتي نشطكم شهادة تي في غتونسكم هاد الليلة احنا معاكم خليكم ما تمشوا شهادة هانية تون ندوزو أحلى سهرة تون كل حلقة نايضة تون تجمع الأحباب والجيران أو 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 شهادة هانية تون ندوزو أحلى سهرة تون كل حلقة نايضة تون رمضان هذا واش من رمضان. شكرا على حسن انتباهكم والى اللقاء. واحد السلام عليكم ومرحبا بكم معنا في حلقه جديده من برنامجكم كود بي تونايت خاص بشهر رمضان. في هذه الحلقه غيكون معنا واحد هو ما نقدرش نقول فنان مي مش شامل عرفتي فنان ممثل منشط بزاف الحوايج اللي قبل ما بزاف بقاش نسمى بلا ما كدير بزاف الحوايج السيد هذا هو باقي صغير يمكن صغير مني انا فلاش ولكن ملي كتشوف لا كارير ديالو كتقول هذا السيد هذا راه يمكن عنده شي 85 عام. غادي يكون معنا اليوم عدنان محجه حلقه خطيره جدا نخليكم تشوفوا بعض الصور. المخرج العزيز عليك تخدم معاه شي واحد اذا قلتي فيه الحقيقه نممتي فيه بطبيعه الحال كتبتي عليه راك فاسق هذا البونج هذا خصنا ناكلو انا وياك ماكسيموم حنا كنهضرو وي وي دير سؤال دير سؤال قبل ما تجاوب صح. السلام عليكم. السلام عليكم سي باترون. سي باترون انا راه معاكم في ليميسيون شفتو كيتسناكم وقبل ما نرحبوا بعدنان محجه لو توب 10 وكنادي على شازام. طب تاني هذا النهار 10 ديال الحوايج اللي دائما ملي كنا صغار ديما الوالده ديالك كتقولهم لك. نوض تسخر. ما اللي خدامه فوزين ديال البرد. تكرا ولد ولادهم. حط داك التليفون بركة. دابا تكبر وتعرف بحق الوالدين الله يرزق السلامة. ملي كتكون كتفرج التلفازة تفي داك المشقوف. نوضي وجدي لخوك العشاء. كتكون شي بنت لابسه مزيان غادي العرس ولا كيفاش؟ الله يا ربي ما كاين حتى واحد يعاوني في الدار. وهاد الجمله اللي كتسمعوها دائما غادي نهز لعبتي وما تعرفوني فين مشيت. مرحبا عدنان محجه. مرحبا. الله يبارك فيك عدنان. الله يبارك فيك. شحال وانا باغي نشوفك. الله يحفظك. خلي دابا انت هاد الكاميرات. ها انا وياك شحال باغي نشوفك. انا موجود. كاين شي خدمه معلم ديما خدامه صاحبي 55 55 كتقول لها خدام بحال لا قلت لك كتقول لها وداد من الاولى درت 94 من الثانيه 95 عرفتي علاش؟ حيت تبارك الله تبارك الله و سي فغي كو كنت انت قدوه لبزاف ديال الشباب اللي باغيين بتيتر يوصلوا اللي وصلتي ليه وبزاف ديال الفنانه سي كو درتي لا تيليفي هو كلشي عنده علاقه مع كلشي التنشيط التلفازه
السينما هذوك بالغلط ما عرفتش شنو درتي حاجه اخرى او مازال شوف مازال ما درت والو باقي حنا يلاه بدينا يلاه باقيين صغار كنتعلموا كنستافدوا كنحاولوا كتحيد لك العين دابا لا ما كاين لا الا والو شوف ما داكشي اللي كتب لك الله سبحانه وتعالى ولا غادي يجيك كاين لا عين ولا هنا مي بصح تسمع تيقول لي زعما تو في بزاف د الحوايج وداكشي تنقول انا شو كوريو وكنبغي نجرب لي شوز وهذا طبيعي من صغر انت تبارك الله 35 عام ياك امتى بديتي لا كارير ديالك اول مره قلتي انا غادي ندخل لهذا الدومين باش بديتي بديت بالمسرح ولا دونس في لانسيتي فرونسي في مراكش باقي صغير كان عندي جون 16 تقريبا وبديت كنت زعما حتى انا ولد بالقشالي في مراكش تحيه لولاد بالقشالي او كان تقريبا لانسيتي فرونسي وكان هو المتنفس الوحيد عندنا حدا الجبل ايغيليز هذاك لانسيتي فرونسي هي المتنفس ويعني تا صوفات بزاف تاع الشباب من بزاف د الحوايج من الشوماج من الكلاس من صوفات تا واحد مصاكه كاين تما الزنقه هو صوفات تا هو السندويتش وكنا كنمشيو تما و جو سوي طومبي امور بعدا في لا دونس كنت كندير لا دونس مع كان تيب دو دونس دونس كونتومبورين كنت ندير لا دونس كونتومبورين في لانستيتيو ديك الساعه كانت واحد لا فورماسيون دارها توفيق ايزيديو مع تنشكرو من هذا المنبر هذا مع لا كومباني انانيو لانستيتيو فرونسي وبدينا كان بزاف الشباب كنا كنجيو ولا كنتعلموا لا دونس كونتومبورين من بعد جا المسرح جي ديكوفير لو تياتر شكون دخلك المسرح؟ المسرح اول واحد عرض عليا المسرح هو رشيد اماعي وعبد اللطيف ايديحيا كانوا داروا واحد المسرحيه سميتها طاح الحكوسه بختار ما هاد لافير هادي ما فيهاش فركوس ولا جبل لا غير ولاد بالقشالي فهمتيني بدنا ديك تما صافي بدا لو شوما وشديت لي زاتولي من بعد وكان ديك الساعه تاو تيزاف محسن تيزاف ماير تاو كان كيدير لي كور ديال لا دونس تمايا هو بقى مكمل في لا دونس هو بقى مكمل لا دونس ومن بعد تبارك الله داروا الجروب ديالهم في الله تبارك الله عليهم والله يسهل عليهم الامور يعني كنا مجموعين تما كل واحد شنو الطريق اللي مشى في لا دونس اللي مشى في لو شون اللي مشى في المسرح عقلتي على اول مره طلعتي سيغ سين ويلي هذيك اللي بغيت اول مره نطلع لا سين اول مره كان واحد لو سبيكتاكل سميتو اونتريي غي دوما كان سبيكتاكل دو دونس مع قيس وعبد الكبير وفؤاد وكنا كنوجدوا في الباك ستيج هادو كيتضربوا ليا هادو ترعيبه هادو ما بغاوش يحبسوا كنجي لهم ما بغاوش يتحبسوا والله الصلاة عمرها في لانسيتي فرونسي ما عمرها تنسى ليا ما داك النهار ما كليتش وخايف وكنترعد والدراري مع قيس كان الى في بلوس ديكسبيريونس كونو كيقول لنا كيقول لنا كالميفو والحمد لله داز داكشي بخير الناس عجبوني فابور ما كنتيش مخلص في هادشي لا فابور لا اول كاشي خديتي يا عدنان اول كاشي خديت اول كاشي خديت وفاش اول كاشي خديت كانت من عام كانت عندي شي 18 طون 18 عام خديتي كاشي مع طلع الشيف كنا درنا واحد لو سبيكتاكل سميتو ليغ دو طون مع امين ازادي انا باش عجبتيني كلشي فرنساوي علاش ليغ دو طون وحيد بدينا مع لانسيتي فرونسي فهمتيني يعني سي كان راه كانت اون اوبليغاسيون يعني سي حيت هما كي هما اللي محتضنك وهذاك الشيء يعني تمشي معاهم في حيت اصلا راك سي بور لا كولتور ديالهم مي غاردينا حنا المسه ديالنا الوغ اول كاشي خديتو كان مع امين ازادي الله يذكره بخير من الناس اللي كونوا شي حاجه سميتها عندنا المحجه كان البرومي اللي درت معاه لا فورماسيون في التياتر ولد السي مهدي الازادي الله يرحمه من كبار الممثلين في مراكش الوغ امين كان درنا واحد سبيكتاكل سميتو ليغ دو طون لعبناه في مدرسه بن يوسف وكنت لعب لو كونتور وهذاك اول كاشي غنتخلص عليه شحال خديتي في الكاشي؟ والله ما عقلت زعما ماشي والله ما عقلت شكون 6000 درهم 1500 درهم 1500 درهم بخير اصاحبي 1500 درهم مي راه 1000 درهم راه ماشي سبيكتاكل راه عرفتي شحال 18 عام إن عام ديك الساعه كانت 18 عام انت مزيد في تكون 2000 تكون 2000 وقيله ياك 83 دلوقتي نختزل بواحد 10 2001 2001 2001 2001 فين واحد دار ب 500 درهم لا ما كانش تشري لك بارتنر لا صحيح لا صحيح لا صحيح لا صحيح
والله الا كريدي كانوا كيتسالوك الناس الدراري كاع اللي كيتسال علاش لانك خاصني نشد الطوبيس نمشي للمدينه خاصني نمشي للمدينه حيت كنترينيو في كنا كنديروا لي ريبيتيسيون في مدرسه بن يوسف الو غير دوك الطوبيسات وداك الشيء كتكون خطره تسلف من عند واحد راه واحد الدرام راه جوج درام راه واحده شي تقصي شي واحد كيكون غادي للجامع الفنا باش نخرجوا نضربوا الساندويتش تاع الفنا باش تشري بيتزا انت فاش كتسالي كتقولي شحال كتسالي انت 30 درهم هاك انت تزين 25 هاك الو كنتي تتخلص غير باش ترد الكريدي مي كان كان شوف كنت كان كنا تنتقاتلوا علاش لانك انت تتبغي هذاك الشيء اللي كدير وباغي ديرو باي طريقه وكتحدى العالم باش دير وكل وقت وقتها بيان سور كتفضل داك الوقت ولا ديال دابا كل وقت وقتها قلتيها جاوبتي على السؤال كل وقت وقتها كل وقت عندها حلاوتها وعندها المره ديالها تاهي وعندها الناس ديالها بيان سور حنا كيجي دابا الناس ولاو شويه صعاب ماشي بحال ماشي بحال شحال هادي ولاو ماضيين واحد شويه ولا تتعلموا من التجارب ديال شحال هادي ولا شي حاضي من شي صعب من كلا ناحيه كلشي كلشي كوسوا في المعقول في اي حاجه كنهضر على الدومين ماشي غير ديالكم ديال الدومين الفني اون جينيرال انسان انسان مجملا راه 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 كثير فهمتيني راه الله سبحانه وتعالى قال لنا الانسان كان اكثر شيء جدالا بنادم تي تي راه محدو كيزيد عمريه اما تي اما تي تقاد يا اما تي تعوج يا اما حنا راه كثيرين بنادم ماشي مصوبين على واحد الشكل وغادي نبقاو به حتى اصعب سنه عندنا ندوزتيها اصعب شي فيلم شي سيري في شي تيليفيلم اصعب سين دازت وعاقل عليها وما تبغيهاش تعاود اصعب سين هي لا كاسكاد اللي كنت درت مع ابراهيم الشكيري في دار ليام درت واحد لا كاسكاد ديال لا فواتور دو واحد لاكسيدون و ديال اسمعني ما كاينش دوبلور حتى كدير كلشي لا 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 وفيت انا جفولي الفير فهمتيني انا جفولي الفير جيتوني على الفير زعيمي راه هذا هو مشكلتي هذا هو المشكل زعما تنزعم شي شويه بغيت نجيبها في راسي مي وكان كان كان ابراهيم الفولي با او ديبي الحوايج اللي تكون فيهم زعيمي كنعيطوا الاحلام زعيمي اللي كدير هذا الشيء الو ابراهيم ما كانش باغي في الاول وبقى كنعقلوا ونا اون ديسكوسيون لا في في لوتيل وقال لي لا غادي نشوف شي واحد نشوف عند كاسكادور لي جي قلت له شوف في موا كونفيونس بيان سور حاجه يلاه كنا يلاه بدينا التورناج ديال دوزيام سيزون تحسين التورناج كامل انا غادي كنا غنريبوا المسائل وكيقول لي لا غادي قلت له شوف في موا كونفيونس ومشينا ترينينا وهذاك الشيء اي سا سي ان بو مال باسي وكاينه لا فيديو في يوتيوب ديال لا كاسكاد واحد الجمعه شويه قاصح ماشي هذيك كانت كانت شي شويه قاصحه هذه من بين لي سيكونس ديفيسيل اللي دوزت تبارك الله عليك عندنا ما صافي بليزير يكونوا دي جون فبحالك اللي تقريبا سي فري كو ما كنكونوش مازال ما درناش كل شيء ولكن كتقول بانك جربتي بزاف الحوايج اللي كنت بغيتي توصل لهم من صغرك وصلتي لهم الحمد لله ومن هاد الحوايج اللي بغيتي توصل لهم سي كو انت بابا شو يا بابا ديال بنيتها عندها دوزا فاطمه الزهراء فاطمه الزهراء الله يخليها لك الله يحفظك الله يخليك الوالده ديالها تبغي بنتك تمشي لو ميم دومين اللي كدير فيه ولا لا ولا لا لا ما نقدرش نقول ما انا ما نبغيش نقول ليها دير شنو بغيت انا دير اللي بغات ابخي الا كان عندها توجه انا دابا المهمه ديالي دابا حاليا هي نربيها نقريها وكلها نشربها ابخي سون شومان سي تيل سي ايل دو شوي ما كتعيش واحد لو جو سي كو المدام تاهي في لو ميم دومين اسيستونت رياليزاتريس ما كتفكرش ما كتقولش بان سي ديفيسيل هذا دومين اللي ما فيهش واحد لو ريفوني فيكس اللي كيكون كل شهر انت وزهرك شي كان ان بروجي كيتخدم تقدر تخدم 4 مرات في العام كيف تقدر 12 مره 20 30 كيف ما تقدر ما تخدمش العام كامل ما كتقولش من ما كاينش واحد لو ستريس خلص فلوس الدراسه الدار هذا يا دي شارج بيان سور بيان سور دي بخي عندك داك الهم مي داك الهم مي خاصو يكون حنا بالنسبه لينا انا ولا مرتي فاش بدينا فاش كنا بدينا الزواج ديالنا كان عندنا كانت عندنا لا كريسباسيون مي وقعوا لنا دي سين في حياتنا اللي ردونا الاهم حاجه هو كتثق في الله سبحانه وتعالى باش كتحط اما كتوكل تقول اللهم انك انت الوكيل وكلتك نفسي زعما انا غنمشي في داكشي اللي داكشي اللي موجد ليا غادي نديرو يعني كتقول انا نرخيو على الله سبحانه وتعالى حنا خدامين كنديروا مجهود يعني ماشي جالسين كنقولوا يا ربي سهل لا كنديروا مجهود واهم حاجه في لو دومين عندنا واللي استفدنا منه انا ومرتي هو لا بون جيستيون فينانسيير الا كانت عندك اون بون جيستيون فينونسيير اذا تقدر تخدم ما تخدمش وهذا كتكون مكالي شي حوايج مهمين كتكون حاطهم دو كوتير باش ما يزربش عليك الوقت فهمتني تعرفتي عليها في شي تورناج مدام واه تعرفت عليها في مسلسل هنيه مباركم سعود ملي تعرفتي كانت تتحملني بصح والله العظيم شو سبحان الله العظيم والله ما كانت تتحملني كنت خينا فيه شويه ما تتحمل بعدا بروميير غوغار بيني وبينها درت فيها واحد تبجيقه تبجيقه من داكشي والله العظيم تميقه تبجيقه كازاويه تميقه تبجيقه ماشي كازاويه تميقه ما عرفتش تميقات فيا ونقول ما هذه
ما لا هادي عاوتاني استنى الله بك انت كنت ندير كنت كان انت كانت كتعجبك واخا هي دارت فيك داك الشيء البلاتي في الاول كان عندي لي سيرج كوستيم اها وجات وكنت ندير لي سيرج كوستيم جات تجي لي هكا صفت واحد الشوفه اها فراسا نقولوا ما لا ثاني هادي عاوتاني استنى الله جات التورناج نتلاقاو مع يا اسيستونت ريال اه سبحان الله العظيم كلهم لي زاسيستونت كلهم تاع وحده شوف شوف والله العظيم لي زاسيستونت ريال والله يا خويا راه اكثر ناس ياكلوا الدق في لي تورناج اكزاكتو والله يا خويا ما تينعسوا انا البارح في الليل حلمت بالليل كنحلم كنسمع 5 4 خاب واحد بحال هكا ونوض نمشي ندوش ونمشي للخدمه ايوا صافي هذاك من تما وما بقيتيش في ديك لا سيكونس مي جيتي تهضر في لا سيكونس مي جيتي في ذاك التورناج تلاقيتي معاها وجيتي هضرتي معاها ما فكرتيش الريزيتور يقول كوبي خويا غادي نضحكوا معاك عدنان غادي ندير انا وياك واحد لو تشالنج انا وياك يا سلام واحد لو تشالنج اللي سميتو المارشميلو تشالنج اللي كنعقلوا عليهم حنا كنا صغار هما ذوك البونج البونج هو هذا البونج تاع البونج هذا واه جبتي ليا يا خويا البونج اللي تيلصق في السنان هذا البونج الوغ هذا البونج هذا سي كو خصنا ناكلو انا وياك ماكسيموم حنا كنهضروا حيت واحد القيسه ما يمكنناش نبقاو نهضروا بسم الله يلا سيدي بسم الله واش عندنا بخير الله يحفظك لا تفضل تفضل خويش تكمل شويه تلقى بنيجه زرقاء زرقاء لا 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 فقويش انت قريب قد اشتاك انا في غرف ولا مريم في حزان تاني كلها في الكل كلها في الكل تريد تسمعك شيء قد دينا فيكسيون دوي 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 سؤال دوي سؤال دوي الحلقة الأخيرة جبنا شي طاجين جبنا جيب صح جيب صح مرحبا بكم دائما معنا على قناة الشيطان تي في برنامج كنت بتراهي تنهار معنا عدنان محجة صاحبي اخويا كرهتيني في هذاك الماتش مالو ولا ماتش صبات الصالو ضروني هنا عرفتي راه كيلصق هذا هو الاسم بلصقه هو هذا عدنان نعم خويا انت شنو نقول لك متعدد الهوايات وحريفي انت حريفي انت فهمتي حريفي كبير ديما كيشوف الفنانه هنا وكنتلاقى مع بعض الفنانه اللي في الدومين ديالك في السينما ولا في التمثيل وكيهضروا عليك وطونك كتكتب واش انت هذه حنا ما عارفينش عليك بانك انت سيناريست ولا شنو الاوتور ولا لا تنكتب جو سيناريست تنكتب بديت ليكريتور في الله يعطيك الخير بديت ليكريتور مع ساعه في الجحيم تما فين بديت مع شحال حلقه ولا شحال حلقه مشي ثلاث حلقات وكنت جيتي مومبغ من 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 لاتولي كنت لي زيبيزود ديالي كان ديال ليبيزود اللي كان فيه داداس ودوني بوتازوت ديال اكوشي ما فام وكان ترافولتا اللي كان في حمد يرزيز وكان اون اير حتى اون اير اللي كنا درنا ديال سور لا راديو سور لو موند لا راديو مي كان تما فين تعلمت بزاف تعلمت من الدراري تعلمت من ياسين فنان من علي مجبود علي بن شقرون عادي الومليل الشباب اللي كنا دايرين واحد لاتولي وكنشتغلوا اونصومب وفي نفس الوقت كنتعلموا سيتي اون فورماسيون بالنسبه لي ومن بعد توالوا لي بروجي جات العقبه عليك جيتي مومبغ دو ليكريتور جي كو اكري في صالون شهرزاد جيكري دي تيليفيلم بحال الصرخه الاخيره كنبغيك حتى انا لعبت فيني حتى انا هو ليكريتور نورمال تسمع بان خصها الوقت بزاف باش تقدر تعطي شي حاجه مقاده وبالمرات الجمهور كيعيب على تيقول لك بيتيت لي سيناريو بون على كل واحد على حسب الذوق ديالو واش كظن ماشي بيتيت داك الوقت اللي كيعطيوكم سوا لا شين ولا ديال باش تكتب تيقول لك شهر شهرين خصك تكتب لي شي حاجه وحيت ابخي كاين اللي كيكتب على 3 سنين كاين لا كوموند كاين اللي كيكتب سيغ كوموند مثلا كيتحط مثلا ابيل دوفر كينوضو كاين اللي كيكون موجود من قبل كاين اللي انا تنهضر على راسي ماشي تنقول راه هادشي هو اللي خاصو يدار تنقول انا راسي انا كان ديما تنبدا قبل انا جو جيكري طول طون سواء عندي كوموند سواء ما عنديش كوموند تنكتب باسكو جادور اكري كيعجبني نكتب انا بيتوتي بزاف تنكتب ضري بزاف ما في القهوه تنكتب وحدي تقبل ما تجوج كتبي توتي لا
فوالا ما بيتوتي ماشي تبارك الله المدام تبارك الله ماشي واحد اللي تنبغي نخرج بزاف ولا كنجلس في قهوه عندي ديما تلقى معايا مون ساكادو في لورديناتور توجور يعني يوميا انا فين ما نخرج عندي ساكادو في البيسي الانسبيراسيون من داكشي اللي كتشوف تخزن في الواقع كنت تخدم في القهوه نقدر نجلس 5-6 سوايع في القهوه وانا خدام كنكتب هادشي كيعجبني نكتب تقريبا كوتيديان موت نكتب اخر حاجه كتبتي اخر حاجه كتبت في واتساب سيرتي شي حد يمكن هو اللي كنت صيفط لك ميساج قلت لك رانا جاي في الطريق اخر حاجه كتبت في مسلسل ولا عليك مع لميس خيرات ومصطفى خونا مي دو زامي وعندنا لو ميم اتولي عندنا ان اتولي دابا ديكريتور اونصومبل مع السي حيا الفندي تاع وصديقنا وكتبت مع رشيد الوالي نوح اللي يعرفوا العون باوي شفتك انا في لافون بروميير يا سلام وي انت كتبتي ورشيد الوالي قال بان الفيلم خداري 3 سنين تقريبا عندنا لاكريتور فتنا العام في الكريتور حيت كان يونيفير صعيب وخدينا فيه وقتنا وكم هو داروا من مالو الخاص يعني سيتي نوتو برودكسيون خدينا وقتنا يعني ما كناش مزروبين عندك ديدلاين ناري خصنا نبداو التصوير كنا عندنا التمريحه وخدينا وقتنا لان ما ساهلش تكتب هذا لو جونغ هذا il fallait prendre le temps. عندي واحد الصديق ديالي تا هو باغي يدخل لشي ديال السيناريو ويكون سيناريست دابا ملي كتكتبوا ان فيلم بحال هكا وهو باغي يعرف واش كتفاهموا معاكم فورفي قرجه ولا لاباج ولا كومون سا سباس؟ لا حيت السيناريو كامل ولا كل بارتي شاك فورما عندها ان بخي فهمتيني شاك فورما عندها ان بخي معروفين ولا على حساب كل واحد على حساب كل واحد وكاينين عاوتاني كاينين بريسك دي بتيت باغاميت كو لي بواط ريسبكت بلوز او موان مي كل واحد كومون هو كيبيع سون بروجي فهمتيني الحاجه اللي ما درتيش وبغيتي ديرها الحاجه اللي ما درتش فاش في حياتك في السينما في الدومين ديالك مازال ما درت والو اخويا لا والله مازال ما درت والو على راسنا لا والله العظيم والله تنقول ماشي تواضع وداك الشيء والله مازال ما درت والو واخا انا نعطيك سؤال اوتخومون شنو علاش بغيتي توصل له؟ شنو الحلم اللي بغيتي توصل ليه في الدومين ديالك؟ الحلم هو حيت ضروري تيكون عندنا واحد لوبجيكتيف تنقول هاد بغيت نوصل ليه ابخي تمشيو بشي حاجه عندنا لوبجيكتيف اللي عندنا جينيرال هو تكون عندي اون بارتيسيباسيون في ليفوليسيون ديال لا تيلي والسينما في المغرب تدير اللمسه ديالك كشاب وهذا مزيان مي توصل هو حيت شنو كدير السينما ولا كدير بحال نسولك هذا السؤال طونك انيماتور شنو بغيتي توصل؟ انا تقول ليفوليسيون جو دوا ايفولوي وشاك ايميسيون تكون عندي جديده ونيفولي فيها هذا هو يعني ما عندناش شحال واحد تيقول لي واش باغا دير الرياليزاسيون من بعد تنقول لهم جو نو سي با زعما ماشي الهدف ديالي الا جات في الطريق لا ماشي الا جات في الطريق بروندغ إل فو توجور بروندغ لو طون انا انا درت المحل درت لا دونس درت شويه الموسيقى درت لا بيركوسيون درنا المسرح غادي درنا الزواج درنا الاولاد فهمتيني الحمد لله كتقول احنا غاديين جو ايفولوي مع الوقت بتات دون 10 ولا دون 20 طون ديال لا ريزاسيون بوكو با الحمد لله بعدا اللي الاولاد ما فيهمش لابيل دوفر لا الحمد لله درت شي حاجه ملي جا لابيل دوفر الحياه ديال الفنان ديال حيت كانوا كاين بعض الفنانين تيقول لك لا سيتي ميو افون كان حسن كان قبل وكاينين حيت هو كان عنده ميو الناس الاخرين ما كانش عندهم ميو يعني دابا كل واحد كل واحد كيهز من السله داكشي اللي بغا هو يعني واش كان ميو واش ما كانش ميو نو نقدر نقول بيننا دابا ولا عند كاين بلا فيك لي زابيل دوفر كاين واحد كاينه واحد لا فيزيبيليتي وكاين واحد لا ترونسبارونس لي مزيان دابا كتعرف عندك لي بيدجي وليتي كتعرف البيدجي بشحال مخوض وليتي كتعرف لو ديدلاين ديالو شحال خاصو يتصور ولا عندك واحد الوقيته كتقول راه في شهر 4 مثلا تلقوا انا بيل دوفر جوفي ترافايي يعني مي راه سي فري كو ديفيسيل مي انا من الناس تنقول فو لي سي لي طون لو طون لواحد الحاجه باش تقاد راه غادي ترسى راه كنخدموا على الضو جينيراسيون اللي جايين راه ايديسون راه ماشي جاد دار الضو راه شحال من تجربه لان كون حبس في واحد التجربه ما خصنا احنا تنجربوا وان شاء الله الرحمن الرحيم واحد اللي يجي واحد النهار غادي 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 نرساو وهاد لابير دوفر ولا دوتخوش ثاني تزادوا غادي ترسى ان شاء الله وصافا صافا من نكريتيكيو من كريتيكيو دي مانيير كونستركتيف ماشي نبداو نهرسوا في بعضياتنا احنا راه قلال فهمتيني نكريتيكيو مي الحوايج ولا بيل دوف خصو هذا سو هذا مي غير تكون كونستركتيف نبنيو ماشي نبداو نهدمو لا خصنا نبنيو بيان سور خصنا نبنيو بيان سور جيت تخدم معنا هنا في لا تيلي مرحبا عندك شي بروجي عندي بزاف بصح كاين شي حاجه زعما جيت بغيت تخدم معنا بيان سور افيك كرون بليزير نديرو ميساج شوف لا نديرو ميساج نديرو فيديو مع الباترون صيفطوا عليه دابا في واتساب بيان سور
اوكي توت سويت. السلام عليكم. السلام عليكم سي باترون. سي باترون انا راه معكم في لا في ليميسيون فوالا السي في ديالي غنعطيه للسي عماد ولا كانت شي حاجه مرحبا. تمام صافي صافي توت توت ماليا ياك ما درتيش لا صافي لا تي بيك بوس تي ما تاخذش كوميسيون في هادشي. نعم حيت زعما يلاه بحال هكا دير ريكروتمون. لا ضروري ما كديرش ريكروتمون. تعال اصفر دابا دابا توت سويت. يا سلام باش نفكوا هاد لافير دابا. جينا لواحد البرنامج دبرناه على خدمه صافي تصلوا لا ريبونس. يا سلام يا سلام نجي معاك لواحد الفقره عندنا اللي سميتها اكسيون فيريتي. يا بالسلامه غادي نعطيك بعض الاسئله خاصك تجاوب عليهم. الا ما بغيتيش تجاوب عندك عندك واحد كيف تخرجها. الا ما بغيتيش تجاوب خاصك تقول شي حاجه زوينه على شي واحد اللي ما كتحملوش. المهم غنجاوبك على هادي مي نجاوبوا بعد السؤال ونشوفوا شنو كاين. شيموس عدنان. نعم واحد السؤال ما كتحملش يسولوه لك الناس. شكون هو المخرج العزيز تخدم معاه؟ المخرج العزيز عليك تخدم معاه ماشي اللي ما كتحملش. العزيز عليك تخدم معاه تيزان يا تيزان. الا ما بغيتيش تجاوب قول شي حاجه زوينه لشي واحد اللي ما عندكش معاه. شي واحد ما عنديش معاه دابا المشكله هو انا السؤال الاول كيعجبني نخدم مع كاع المخرجين حيت انا ممثل. فهمتيني حيت انا ممثل وكيعيط عليك انا المخرج كتجي كتخدم معاه ماشي احنا ماشي جالسين في في القهوه لا نقصف الطبله لا ما نقصف الطبله. المخرج كيبقى مخرج كيعطيك كيعيط عليك لان بغاك في واحد الدور. شي واحد ما تنحملوش بغيت تقول لي شي حاجه زوينه اليوم. الوغ جو نو بونس با واش عندي شي واحد زعما ما تنحملوش بزاف. وغادي نقول لك حاجه واحده. اذا واخا نكون انا ما كنحملش شي واحد ما نقدرش نجهر به. لا ما تقولش السميه ديالو. ما نجهرش به لان الشعيع تيقول شي واحد الا قلتي فيه الحقيقه نممتي فيه بطبيعه الحال كذبتي عليه راك فاسق. اتفق معك رغم ما محال واش ما عرفتش ما عرفتش تقول شي حاجه زوينه. نقول شي حاجه زوينه يلا على شي واحد ما تنحملوش يلا كنتسناك. كنقلبك على شي موسيقى اللي تمشي معاك زوينه. انا عزيزين عليا كلشي عزيزين عليا بون عندي دي عندي دي 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 شي حوايج ما تنتفاهمش معاهم مع بعض الناس. مي الكره زعما ما والله اخويا ما عمرني كرهت شي واحد والله تنهضر بالصح يعني ماشي ما نخرج راسي ولا والله اخويا ما عمرني كرهت شي راسك ماشي بغيت تخرج راسك. لا 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 شوف انا نحلف لك والله اخويا ما عمرني كرهت شي واحد. كيكونوا دي بتي بروبليم و تيكونوا دي مالونتوندو ولا كما متفاهمينش في شي حويجات ولكن الكره ما عمرني كرهت شي واحد. هاد الناس هادو اللي ما مفاهمينش معاهم في شي حويجات شنو بغيتي تقول لهم؟ تقول لهم يفو جوست ايكوتي يفو ايكوتي شنو كيقول الاخر ودوك دوك الهضره ديال 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 دي تيوتيوات راه سي با بيان ما مزيانش. انت ذاك النوع اللي عز عليه تكون الهضره ديالو هي ديال الخراص يعني الحاجه اللي نقول لها خصها تكون انا؟ لا انت في الدار؟ جامي انا خويا مسلم امري للمدام هي اللي ومهني راسي هي اللي قال هو اللي كيكون هي اللي تقال اخويا هي اللي تقول هي اللي تقول على مال لا ساعه لا ساعه لا لا شنو علاش مزوجين حنا كاع علاش مزوجين كاع مالنا كاع فكوا دابا حنا كاع في هذا البرنامج حيت والله العظيم الا فام كنت الى الى سلمتي لها راسك وكانت عرفت تجيري كتجري لك حياتك وتجري لك دارك وتجري لك تا كارير فول فيغ كونفيونس. اش بغيتي تقول لها اليوم المدام ديالك؟ تنقول لها تنقول لها المدام ديالي؟ بيان سور تنقول لها حتى نحمد الله سبحانه وتعالى اللي حطك في طريقي وتنبغيك بزاف والله يخليك ليا والله يخليك صحتك و جو سويت ان شاء الله تو البونور دو موند وانا كندير ما بجهدي ان شاء الله باش باش نساعدك فوالا تبارك صعيب باش الراجل يقول شي كلمه حب يا خويا جاي من الله الله يخليك ويخليك عدنان نشكرك بزاف اللي كنتي معايا هذا النهار ميرسي بوكو خذينا من وقتك شكرا لك بزاف بلاتي شي كلمه سورتو لي جون اللي باغيين يدخلوا لهذا الدومين وما عارفين كيفاش يديروا وميساج لي فان ديالك اللي كيتابعوك سور لي ريزو سوسيو. بالنسبه لي جون اللي باغيين يدخلوا الدومين كنقول لهم ما تدخلوش الا ما كنتوش مقتنعين. ميدان ما ساهلش ميدان ما فيهش واحد البلانين ساهل راه فيه تجلويق فيه تماره فيه تسافر فيه تكرفس يعني ما كانش عندك اقتناع وما عندكش ما كتحس براسك طالونتيو يعني في اوتخو شوز وما تضيعش الوقت. والناس اللي ما عندهم اقتناع عندهم لو طالون نقول لهم حاجه واحده الصبر لا باسيونس لا لا ابارمون كاين شي مشكل اسمح لي الصبر 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 ما خصش عارف شي ناس لا الصبر الصبر
صبر عشيري صبر حيت راه ما سهلش كاين ناس اللي جلسوا انا يا ما جي ما 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 بروميير شونس على شحال عاد جي ما بروميير شونس الوغ ما الفو با وما تزربوش لان اللي كيزربوا دغيا دغيا كيتهرسوا كيزربوا فوالا و فوالا الفو كروغ ا سي غيف الا كنتي كتحلم الفو كروغ ا سون غيف وراه الله سبحانه وتعالى غادي يدير لك تاولت الخير الله يرضي عليك وبالنسبه للناس اللي كيشجعوني وكيبغيو عدنان ونتعرفهم الناس كيصيفطوا لي ميساج فيسبوك ولا في انستغرام تنشكركم بزاف وبصح تي سمتوش والله العظيم تيعجبني الحال نقول لهم شكرا بزاف وكنتمنى ما نكونش ديما ثقيل عليكم وانا اوتون كو جون راه كندير هاد الخدمه ماشي بوغ موا مي بوغ البوبليك باش الحمد لله ان شاء الله الرحمن الرحيم اون فا ايفولوي ونديروا شي حويجات مزيانين تبارك الله عليك با عدنان الله يحفظك رمضان مبارك سعيد الله يبارك فيك رمضان مبارك سعيد بطبيعه الحال يا سلام تسلموا الله يحفظك ليا شكرا حنا دورنا تنقولوا رمضان مبارك سعيد الجمهور ديالنا ميعادنا ان شاء الله نفس التوقيت السلام عليكم السلام عليكم معايا ما بقط بالليلة سهران على شهادة تي في كاين بلان كل حلقة معنا فنان كلها تقشعب فين وجيب قط بيتونايتي نشطكم شهادة تي في غتونسكم هاد الليلة احنا معاكم خليكم ما تمشوا مع شهادة هانية تون ندوزوا أحلى سهرة تون كل حلقة نايضة تون تجمع الأحباب والجيران أو مع شهادة هانية تون ندوزوا أحلى سهرة تون كل حلقة نايضة تون رمضان هذا واش من رمضان شكرا على حسن انتباهكم وإلى اللقاء. Tu as une journée difficile pour mieux récupérer, fais comme moi. Choisis le matelas Kiné Dorsal Bioénergie. Kiné Dorsal, le secret de mon énergie.